الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم في العراق ينذر بغيابها عن موائد العراقيين خلال شهر رمضان. الأسواق العراقية سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بالعام 2020، إذ وصل سعر الكيلو حالياً 25,000 دينار عراقي. اللحم بارتفاعه راح يحرم هواي عوائل من أنه يقدر يشتري أو يطبخه. هو كان بالبداية يمكن 15-14 سعره، الآن تقريبا وصل ل 21-22، فما أعتقد حتى العوائل المتوسطة، حتى العوائل اللي عندها رواتب، ما أعتقد راح تقدر تشتري اللحم. لا تقدر تشتري اللحم هسه. اليوم الفقير لا يقدر يشتري لحم، لا يقدر يشتري سمك، لا يقدر يعني يشتري دجاج. اليوم ما عنده ولا يشتغل، عامل هسه يشتغل له ب 20,000 أو 25,000، شو يشتري؟ يشتري به اللحم، يشتري دجاجة. يعني هسه اشتريت الدجاج تيان صار ب 25,000. والله 90% ما تاكل، 90% ما تاكل، لانه اول كيلو كان ب 12 13 عالم بالقوه تشتريها، هسه ب 25 تشتريها ما تقدر تشتريها، حد زحمه. الدجاجه كان ب 7 او ب 6 هسه ب 12 11 هم ما تقدر تشتري. يعني لو تشتري هذه الدجاجه مجمد الزفر ب 6000 7000 حشا نعمه الله ما ينوكل زين، ما ولو يضطر يمشيها مثل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع للتمر وللبن ولل. بعد هذا الارتفاع الكبير تهدف وزارة الزراعة العراقية إلى وصول أسعار اللحوم لمستوياتها السابقة. والله غلاء هواية صايرة بالأسعار، اللحم يعني الفقير ما يقدر يشتري صراحة. يعني لو شوية الحكومة يخفضون السعر يسووا له شارة، يعني الفقير ما يقدر يشتري اللحم. يعني الدجاج بيه مجال شوية، هو هم صعد سعره، كلهم دي يصعد أسعارهم. هو اللحم هسه ب 25، يعني واحد ما يقدر يشتري ب 25 برمضان، حتى هسه ما يقدر الفقير يشتري ب 25. اكو بيهم يعني عندهم امكانيه يشترون ب 25، بس اللي ما عنده امكانيه شلون؟ شنو الله يساعد الفقير ايش ياكل برمضان؟ فغلاء اسعار اللحوم جدا صارت شغله، انه الشارع العراقي شغله الشارع العراقي وكذلك المواطنين. والله احنا نقول ان شاء الله رمضان كريم على الكل، وان شاء الله ينعاد عليهم بالخير والصحه والعافيه. ويأمل عراقيون ان يساهم قرار فتح باب استيراد الاغنام والعجول بعد توقف دام 20 عاما وخفض الرسوم الجمركيه عليها بنسبه 50% في انفراجه بازمه ارتفاع اسعار اللحوم وتوفيرها في الاسواق خلال رمضان.